افتتحت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزيرة الدولة لشؤون الشباب الدكتورة أمثال لحويلة وحدة الوفرة السكنية الاجتماعية بمنطقة الوفرة السكنية. وقالت الدكتورة لحويلة إن هذا الافتتاح يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء بافتتاح المباني التابعة للمناطق السكنية الجديدة واهتمامها بتوفير خدماتها بمختلف المناطق تسهيلا على المواطنين وعدم تكبدهم عناء مراجعة المراكز البعيدة عن مناطق سكنهم. وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الوحدة هي 32 ضمن جهود الوزارة في خدمة المواطنين، وستعمل على استقبال منتفعي المساعدات الاجتماعية التابعين لمنطقة الوفرة السكنية والعمل على إنهاء معاملاتهم بأسرع وقت ممكن. هذا المركز راح يقوم في واجبة لخدمة المستفيدين في هذه المنطقة ومن حواليها. تعتبر هذه الوحدة هي تقريبا رقم 32 وتغطي هذه المنطقة الجغرافية في منطقة الوفرة. هذا الافتتاح وهذا العمل الكبير اللي قاعد تقدمه الوزارة يأتي من صالح المواطنين، ووحدة الرعاية الأسرية في منطقة الوفرة السكنية ستوفر العناء على المواطنين في الذهاب إلى أماكن أبعد، سنكون أقرب للمواطن، وهذا هو الهدف العام لوزارة الشؤون الاجتماعية بتقديم خدماتها بشكل كبير من خلال الوحدات المنتشرة جغرافيا في مناطق الكويت.